السيسي يوجه بإعطاء الأولوية القصوى لمعايير الأمان والسلامة بمشروعات السكك الحديدية. تظاهرات حاشدة في طرابلس اللبنانية ودعوات لمواصلة الاحتجاجات اليوم. قتيل جديد في تظاهرات العراق والعدد يرتفع ل260 شخصا منذ بدء الاحتجاجات. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ووزير النقل، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة لركاب هيئة السكة الحديدية، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة لربطها بكل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تنفيذ خط القطار السريع المقرر أن يربط ما بين مدينتي العالمين والعين السخنة. وفي اجتماع آخر أشاد الرئيس السيسي بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية للسكك الحديدية، ووجه بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة. خرجت تظاهرات حاشدة في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا اللبنانيتين وسط دعوات للتظاهر اليوم الأحد في ساحة الشهداء. وذكرت وسائل أعلام لبنانية أن قوات الجيش كثفت من انتشارها في محيط التظاهر. يأتي هذا بينما أفادت مصادر لبنانية بأن المتظاهرين حذروا من قطع الطرق في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الثلاثاء في حال لم يحدد موعد الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تتولى تشكيل الحكومة الجديدة. ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل شخص وإصابة 91 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد أمس. كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أعلنت مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12,000 آخرين منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي. وضع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي في قلب حملته الانتخابية، رافضا عقد تحالف انتخابي مع حزب بريكسيت من شأنه الخروج دون اتفاق. وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن جونسون سيدافع بقوة عن اتفاقه مع الأوروبيين وسيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك بعد أن رفض عرضا من حزب بريكسيت بالتخلي عن المفاوضات مع التكتل في مقابل التحالف معه في الانتخابات المقبلة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في زيارة نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي البيت الأبيض، وقال ترامب للصحفيين أنه يرغب في إرسال دعوة إلى زيلينسكي لإجراء مباحثات ثنائية تتعلق ببحث العلاقات بين البلدين. يأتي ذلك في وقت يواجه ترامب تحقيقا في الكونغرس قد يؤدي إلى عزله حول اتصال هاتفي طلب فيه من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن وأسرته. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.